السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة اللي دافع شي كونترا ياخذ هذاك الروسي ياخذه وشدو عنده ويتسنى، راه مازال الخير، مازال الخير. غادي نشارك معكم شحال ديال الكونترات خرجوا لحد الساعة، شحال ديال الكونترات خرجوا لحد الساعة، ونشارك معكم عدد التأشيرات اللي تم الإصدار ديالها، يعني شحال من واحد طبعوا ليه بالقانون ديال 2023 و2024. فاش كنقول قانون 2023 كنعني الناس اللي هما دفعوا في شهر 12 ديال 2023، والناس اللي هما دفعوا في شهر 3 ديال 2024. غادي نشارك معكم رقم التيكي اللي وصلني اليوم، وغادي نشارك معكم واحد جوج ديال العمالات كيسولوا عليها الناس التوقيت ديالهم من طبيعة الحال موديل السي. وبزاف الاخوان بزاف ما يتقال في هذا الفيديو هذا، سمعوني مزيان على بركة الله. بالنسبة للاخوان الناس اللي هما كنتلاقى معاهم في الزنقة كيسلموا عليا كيوريوني الروسيات، يعني واحد العدد اللي هو كبير ديال المغاربه دافعين في المدن كامله، في المدن كامله بالاخص هاد النواحي عندنا ديال الفقيه بن صالح بن ملال سطات بجع دواد زام خريبقه، مشيت المحمديه تبارك الله الناس دافع على الجهد، كازا كذلك، وتحيه الناس كازا، تحيه للمغاربه كاملين من الشمال حتى الجنوب. عندك هذاك الروسي تسنى، شاد الروسي ديالك واخا التوقيت طالع تسنى، لان الكونترات اللي تصدروا لحد الساعة مقارنة مع داكشي اللي طالبين راه قليل وقليل بزاف، وحتى التأشيرات اللي هما تم الإصدار ديالهم لحد الساعة راه قليلة الإخوان بزاف. غادي نشارك معاك عدد الكونترات وعدد التأشيرات وشحال باقي ديال الكونترات، وفي الآخر غادي نشوفوا إن شاء الله الاستنتاج. تابع معايا، غادي نبداو الإخوان بواحد جوج عمالات. واحد الجروب فيه شي إخوان دخلوا عندي قالوا لي شوف خويا حنا راه داخلين لواحد الجروب ديال الواتساب ودافعين في الافيلينو، وتا واحد ما خرجات ليه في الافيلينو، وانت قلتي لنا راه خرجت في الافيلينو. فعلا قلت لكم خرجت في الافيلينو موديل سي مدفوعه 25/3 توقيت السعود ودقيقه و19 ثانيه. خوتي ديال الافيلينو اللي عندهم جروب واتساب راها مخرجه الافيلينو موديل سي، كنأكد لكم معلومه الاخوان، كنكونفيرمي كنقول لكم الافيلينو موديل سي راه خارجه ديال 25/3 اللي توصلت بها انا، وهي تسعود يعني في التوقيت موديل سي دائما تسعود ودقيقه و19 ثانيه. كنكونفيرمي معكم الاخوان راهم خارجين ديال الافيلينو ولكن مازال يخرجوا ميلانو الاخوان. غادي نشارك معكم التوقيت ديال ميلانو موديل سي تسعود و7 دقائق. هنا في الفقيه بن صالح ريح معايا السيد عطاني الكونترا شفتها والروسي تسعود و7 دقائق موديل سي. غادي نمشيو للرقم التيكي الاخوان بالزربه، رقم التيكي ديال اليوم 5 في شهر 7، رقم التيكي ديال اليوم 5 في شهر 7 334,000، تاريخ تسجيل 13 في شهر 2، يعني الناس اللي هما تسجلوا 13 في شهر 2 وعندهم رقم التيكي 334,000. فاش كنقول 334,000 راه باش توصل 335,000 يعني راه كاين 1000 هنا الوسط، ممكن تكون 334,000 و500 600 700 قل ولا اكثر، المهم 13 في شهر 2 راهم تواصلوا معاهم عطاوهم الموعد ديالهم. غادي نتخلصوا الاخوان سمعوني مزيان اللي كيمشيو لطلب تاشيره ديال العمل، غادي نتخلصوا 1591 درهم، وكيف ما كنا كنعرفوا الناس كانت كتخلص 1625. المهم هنا الاخوان وفي اي بلاصه مشيت اللي تلاقيت معاه كنهضروا على الكونترات كيقول لي انا غادي ندفع قانون ديال شهر 9، ماشي قانون الاخوان ديال شهر 9، ماشي قانون ديال شهر 10، وانما الحصه غادي تفرق من جديد على العمالات والناس، يعني السماسير خوتنا والوسطاء والباترونات كذلك، وتحيه للجميع، تحيه لاي واحد غادي يبداو يعاودوا يدفعوا اما شهر 7 8 ولا 9 على حساب الطلب ديال هذيك العماله. في حاله ما كملات الحصه اللي عطاوها، إلا دفعتي في شهر 9 يتقبل لك إن شاء الله الطلب، بالأخص الناس اللي هما كيدفعوا العقود موسمية، يعني العمل الموسمي، راه الناس الإخوان بدات كدفع من جديد، واخا كاين اللي عنده الروسي طالع في التوقيت وكيتسنى، راه كاين اللي عاود دفع من جديد، لأن قلت لكم راه باقي الخير وباقى الحصة غتفرق على العمالات من جديد، واللي دفع ممكن أنه يدخل الحصة الكوطا وتخرج له الكونترا. بالاخص الناس اللي هي كتعامل مع الجمعيات كول ديريتي ولا تشيا ولا اليانسا ديال لي كوبراتيفي ولا يعني الجمعيات والمنظمات كذلك تدافع على حقوق المزارعين، الا دفعوا معاهم من طبيعه الحال
تخرج الكونترا. كنهضروا على العمل الموسمي كيف ما وقع الاخوان عام الاول فاش قلت لكم في 2023، وفي شهر 8 قلت لكم راه ان شاء الله غادي تزاد واحد 40,000 كونترا في العمل الموسمي، وكان الكليك داي 27/3 والناس دفعوا في شهر 7 وخرجت لهم الكونترا في شهر 9، لان تزادت الكوطه تزادت واحد 40,000 والناس دفعات في شهر 7 وخرجوا الكونترات في شهر 9. هذا الشيء اللي غادي يوقع هذا العام، الناس بدات ثاني من جديد ماشي كليك داي، ولكن في القانون ديال 2024 بدات كتدفع مع الجمعيات بطبيعه الحال العقود عمل اللي هي موسميه، وان شاء الله نهار تزاد الكوطه الحصه راهم غاديين يخرجوا الكونترات ان شاء الله. غنمشيو الاخوان احصائيات قانون فلوسي، هذا الشيء غير شهر دابا 5 شهر 6 واليوم عندنا 5 شهر 7، عدد الطلبات وعدد الكونترات اللي خرجوا وعدد الفيزات اللي طبعوا يعني اصدار ديال التاشيره، وانت غادي تعرف اشنو باقي من طبيعه الحال، غادي نشارك معك شحال تصدروا من كونترات ومن تاشيرات، وغادي تعرف انت واش مازال عندك شي زهر وامل ولا لا تخرج الكونترا ولا ما تخرجش. اكيد ان شاء الله غتخرج لك الكونترا، واسمعني مزيان هادشي كنهضروا الاخوان على 2023 يعني الناس اللي دفعوا في شهر 12، وكذلك 2024 الناس اللي دفعوا في شهر 3 الاخوان، موديل بي من طبيعه الحال وموديل السي. غادي نمشيو الاخوان وغادي نخلي لكم من طبيعه الحال المصدر ديال هادشي هذا كامل والتقسيم والاحصائيات. غادي نمشيو ل 2023، عدد الطلبات اللي داروا في 2023 شحال؟ 607,839، ولكن هما كانوا طالبين 136,000 فقط، وكانت زادت واحد الحصه وتقسمت على العملات. بالنسبه ل 2024 قانون ديال شهر 3، شحال من طالب دار، شحال من طالب دفع؟ 693,171، وشحال هما كانوا طالبين؟ طالبين 151,000، وما زال ان شاء الله التقسيم، وما زال ان شاء الله يهزوا من الحصه ديال 2025، وديما كنقولها لكم الاخوان. غادي نمشيو دابا لعدد الكونترات اللي هما خرجوا، وحنا مازال كنتسناو، وبزاف ديال الناس عندهم الروسيات وعندهم توقيت طالع، وكنتلاقى بهم خويا شوف لي هذا الروسي، شوف لي هذا الروسي، شوف لي هذا الروسي، كنشوفوا التوقيت طالع وبزاف الروسيات دايرين كثر من الكونترات اللي هما خرجوا. راك شفتوا شحال ديال الكونترات خرجوا لينا والبنغلاديش ودول اخرى، ولكن داكشي اللي خرج الاخوان لحد الساعه راه قليل. انا غنعطيكم المصدر دائما، عدد الكونترات اللي خرجوا بالنسبه للموديل لبي، نمشيو للموديل لبي، يلا خرجوا الاخوان 31,526، هذه احصائيات شهر دابا ديال 5 شهر 6، حنا اليوم عندنا 5 شهر 7، موديل لبي يلا خرجوا 31,526 كونترا. اما موديل السي الاخوان يلا خرجوا 73,889. فاش كنقول موديل السي يعني كنعني العقود اللي هي موسميه، فلاحه، سياحه، فندقه، هادشي كامل اللي كتشوفوا الاخوان يلا 73,889 كونترا، ومازال خير جاي ان شاء الله. غادي نمشيو نشوفوا عدد التاشيرات اللي تم الاصدار ديالها، يعني الناس اللي هما طبعوا خذوا الكونترا ديالهم وطبعوا، واش طبعوا كاملين 31,526 موديل بي و 73,889 موديل سي كلشي طبع؟ اكيد ماشي كلشي طبع. غادي نعرفوا شحال من واحد طبع الفيزا، شحال من واحد طلع طاليان، شحال من واحد ريغلو كذلك الباترون. بالنسبه للموديل بي يلا 17,073 تاشيره اللي طبعت، باسبور اللي هو تطبع. وبالنسبه للموديل سي يعني العمل اللي هو موسمي يلا 37,042 تاشيره، 42 يعني 37,042 باسبور تطبع. عدد الكونترات اللي هما تفعلوا يعني الناس واش كيطبعوا وكيدخلوا للطاليان، شحال من واحد تريقل، شحال من واحد مشى عند الباترون، شحال من واحد بدا الخدمه، المهم حتى كتريقل كتبدا الخدمه كما تبداهاش، واش كيقول لك ايه راه عندك فيها الوريقات ولا جي غندير معاك لا كونفرسيوني وريقلك ونخدمك. المهم عدد الكونترات اللي تفعلوا ولا الناس اللي هما تريقلوا من طبيعه الحال. بالنسبه للناس اللي هي دخلت بعقود عمل موديل لبي فيها الوريقات، شحال من واحد ريقلوا الباترون؟ يلا 4,206. هادشي علاش كنشوفو كيقول لك اللي جا ما كيخدمش،
اللي جا ما كيخدمش، والحكومه مؤخرا زيرت على الباترونات، وكنشوفوا بان الكونترات بداو كيطيحوا من السيستم. لا 10 ايام لا نعيطوا على الباترون، خاص من جديد عطينا الوثائق. المهم اللي هما خدموا ريغلون باترون موديل بي غير الشهر هذا دابا كما قلت لكم 5 شهر 6 فقط 4206، يعني واحد عامل اللي هو تريغل. بالنسبه للموديل سي الناس اللي داخلين بعقود عمل اللي هي موسميه يلاه 10837 واحد اللي ريغلها الباترون. ودائما الاخوان كنشوفوا كاين خصاص في اليد العامله لانه ما كيريغلوهمش، وكيتفتح قانون ديال ديكريتو فلوسي وكيحدوا كوطه اخرى جديده وحصه كيقول لك راه خاصنا عمال، ولكن اللي جا ما كيخدموش الباترون. شحال ديال الناس طبعوا الفيزا من طبيعه الحال؟ 50% 50% فقط اللي طبعوا الفيزا، يعني 50% باقيين ما طبعوش الفيزا. 50% خداو التاشيره ديالهم اما جاو ولا مازال في البلاد، و 50% مازال كيتسناو القنصليه تصدر لهم التاشيره ديالهم. الاستنتاج الاخوان وهو ان شاء الله هذا الشيء اللي كنشوفوا فيه راه قليل بزاف، باقي الكونترات يخرجوا، باقي التوقيت يطلع الشهاده الروسي ديالك، صبر يكون خير. واي جديد ان شاء الله غادي نشاركوا معاكم. ما نساوش راه كاين دفوع ان شاء الله، راه الناس كتدفع في العقود الموسميه ستاجيونالي شهر 7 و 8 و 9 و 10، وإلا كان عندك شي زهر بطبيعة الحال تدخل الحصة وتخرج لك الكونترا. الله يسهل عليكم كاملين.